السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، ناس كتير بتشتكي الشكوى دي اليومين دول، الزغاليل اللي بتبقى لسه فاقسة من البيضة لحد عمر اسبوع. ايه الشكوى اللي الناس بتشتكي منها؟ ان الناس بتشتكي ان الزغلول بيكون ناشف والاكل بيكون مش مهضوم والزغلول بيموت. تلاقي الحصلة جامدة، طبعا مش جامدة قوي اهو، الحمد لله. انا عالجت الموضوع ده بالصدفة، جت معايا كده. هقول لك انا عملت ايه واكتشفت ايه. طبعا ده انا لسه ما اكلتش الاهالي، فعلشان كده الزغيل جعانة، بس انا كمان معطش الاهالي، فهقول لك انا بعمل ايه علشان اعطي الدواء مع بعض. طيب، هو ايه الاعراض كمان اللي هي بتكون في الزغاليل؟ اول ما بتفقس من البيضة بتلاقي الاكل محجر في الحصلة، وممكن تلاقي الجزء ده ازرق، وممكن تلاقي ان هو ما بيصرفش كويس، يعني ما بيتبرزش كويس، فتلاقي هنا البراز بتاعه متكتل في المكان ده فما بيصرفش، فهو ما بياكلش وهو ما بيصرفش. فانا طبعا متعود اني اعطي الفلاجيل، انا متعود ان اعطي فلاجيل او امريزول، فاتجهت للامريزول والفلاجيل، فكان بيجيب نتيجة معايا جدا. فطبعا انا بعطي ده من 8 ايام، واليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر للزغاليل كلها من عمر الزغاليل، وبعطي منه 3 ايام للحمام الكبير 5 سنتي على لتر المية 3 ايام كل شهر. فاذا انا بستخدم ده، وبستخدم معه كمان مضاد السموم اللي هو ده مضاد السموم اللي انا دايما بستخدمه برضو 5 سنتي على اللتر، بضيفهم على الفلاجيل للحمام الكبير، وبرضو بستخدم معه للزغاليل الصغيرة عموما، او بسقيها في الفم مباشرة الزغاليل الصغيرة خاصة لو هم تعبانين. طيب، دول اللي انا بستخدمهم. طيب، انا رحت للدكتور البيطري كمان، يعني شوف المشكلة كانت كبيرة ازاي، اعطاني كوليبريم وقال لي استخدمه 5 ايام، فبرضو ما جاش نتيجة. ففي ناس كتير على جروبات الفيسبوك قال لك ان هو عسر هضم وياتي ديجستين او ديجا نورم، يعني حاجة تهضم الطعام. فطبعا اعطيت كام يوم وبرضو ما جابش نتيجة. طيب، هو انا هفضل اعطي علاج كل شوية مضادات حيوية؟ الحمام هيضعف. فانا قلت ما انتش هعطي علاج. فانا كان عندي العشبة دي من عند العطار، كمية كبيرة زي كده ب5 جنيه، مش بفلوس كتير، كمية كبيرة جدا اهو، دي العشب والعشبة. فانا مجهزها اهوت، هقول لحضراتكم، هوريها لحضراتكم بالظبط اهو، انا مجهزها اهو، دي العشبة اللي انا هي تشبهها باليانسون كده اهو بالظبط، كأني عامل يانسون. فطبعا هي بردت شوية، هي مية مغلية، جبت البولة ديت او الكسرولة ديت، حطيت عليها. انا طبعا هوريكم العشبة بتاعتنا الاول، حطيت الكمية دي عليها، هي حوالي 1.5 لتر، فانا هضيف عليهم كمان 1.5 لتر، معلقة كبيرة جدا، معلقة كبيرة اهو، من اكبر معلقة عندك هتضيفها على الكمية زي دي، والكمية دي هتكفي 3 لتر مية، لان انا لسه هضيف عليها مية عشان ابردها، وفي نفس الوقت مش هحطها للحمام وهي سخنة. العشبة دي يا جماعة اللي هو الشيح اللي بيستخدم في البخور، الشيح طبعا متوفر عند العطارين عندنا هنا في مصر، رخيص جدا وبيستخدم في البخور، واقول لك استخدامه، هو مطهر معوي وطارد للديدان. احنا بالنسبة للحمام مطهر معوي وطارد للحمام. وبالنسبة لي انا لما اعطيت منه للحمام، هقول لك الزغاليل اللي كانت تعبانة نزلت حاجات سودة، يعني اقول لك ليه نزلت حاجات سودة، مش عارف هحاول اصورها لكم. لو شفنا كده، ده اعزكم الله، هتلاقي السواد ده كان نازل، هو نشف اهو الحمد لله، يعني ده كان امبارح اللي نزل من الزغاليل، البراز الاسود ده دليل ان اللي كان عند الزغاليل دي حاجة في الامعاء، هو طهر لها الامعاء. هو في ناس قالت ان هو المرض ده اسمه اوكولاي، طبعا من البيطريين ناس قالوا ان هو اوكولاي،
بيجي للزغاليل اللي هو سبب عسر الهضم ده، وقالوا أدوية تانية يعني، قالوا إن هو فيه دواء تاني اللي هو قالوا شاي، قالوا شاي الشمر، قالوا في ناس قالت إن هو شاي الشمر، لكن أنا افتكرت من الكلمة دي إن هو أنا عندي الشيح، قلت طب ما أنا أجرب الشيح وفي نفس الوقت لو فيه ديدان هينزل الديدان وفي نفس الوقت هيطهر أمعاء الطيور واللي هي الزغاليل اللي هي عندها عسر هضم تهضم ويحسن الصرف عندهم، حتى اللي عندهم إمساك هينزل لهم برضو وينظف الأمعاء بتاعتهم ويعالج الالتهابات. في كمان استخدامات للشيح كمان، يعني أقول لحضرتك أنا يمكن كنت عملتها قبل كده إن هو طارد للزواحف. ازاي كنت عملت الحكاية دي؟ انا جبت حتة كده شكارة وقصتها بالشكل ده وحطيت فيها حبة شيح، حوالي معلقة شيح كده او على قد ما انت هتحط اهو، على قد ما تاخد حتة القماشة، اي حتة قماشة تمام. انا عملت اهو شوية زي دول ولفتهم بالشكل ده واربطهم بحتة خيط، اربطهم بحتة خيط زي كده، ده طارد للتعبان للثعبان والبرص وجميع انواع الزواحف. يا جماعة لو فيه زواحف في المكان بيطردها، زي ما بيطرد الديدان بيطرد الزواحف. طب انا هستخدم بالنسبة للشرب للحمام هعمل ايه واستخدمه ازاي؟ هنشوف مع بعض بعد ما نشوف انا بعلق الرابطة دي فين هقول لك بنعملها ازاي. هاجي مثلا عند الشباك سلك زي ده اللي بيدخل منه البورس او التعبان او اي حاجة واربطها فيه بالشكل ده، هربط الكيس اللي انا ربطته ده منه، هو هيطلع الريحة وهيطرد الزواحف خاصة البورس الموجود في كل الغيات. يا جماعة البورس بيضر الحمام طبعا، ولو فيه ثعبان كمان مش هتلاقي فيه ثعبان في المكان. طيب دي حاجة. بالنسبة للمية المغلية اللي احنا عملناها مع بعض دي، قلنا هنكمل الكمية دي على 3 لتر مية وهنسقي الحمام منها. انا بسقي سقوة منها الصبح على غير دي، والحمام جعان والحمام كمان عطشان، سقوة واحدة والسقوة التانية هخليها مية نظيفة، بالليل اسقيهم مية نظيفة. طبعا هم على الحمام عطشان زي ما حضراتكم شايفين، مفيش قدامه ميه اهو، بيستنى الميه خالص مفيش قدامه ميه، فانت لازم تعمل كده. طيب كمان علشان الحمام يشرب الميه، عشان الحمام يشرب الميه، فانا لو مثلا هتاكل كيلو اكل زي كده هنجيب ملح، ملح طعام من الخشن او اي ملح، حوالي معلقه ملح اهو، ملح طعام، وهنضيفها على الاكل كده تمام. الاكل الحمام هياكل وياكل معها الملح، الحمام يعطش يشرب المية. طيب في فايدة كمان للملح كمان في الحالة اللي احنا بنستخدمها دي، اللي هي ايه؟ الزغليل الحمام مش بيشرب مية كفاية، الزغليل عندك الاكل محجر فيها، وانا عايز الاكل يفك، عايز الاكل يفك، فلما الحمام هياكل ملح هيشرب مية كتير، هيسقي الزغليل مية كتير. ده اللي احنا عايزينه من الملح، عايزين الحمام يشرب مية كتير وفي نفس الوقت المية اللي فيها الدواء ده، حتى لو هو مش بيحب الدواء هيجي يشرب علشان احنا عطشناه. يبقى كده تمام. طيب هنعمل ايه في المية بتاعتنا دي؟ زي ما قلنا هنسقي لمدة 3 ايام سقوة صباحا على عطش، ويستحسن كمان ان انت تكون قبل الاكل تمام، وبعد كده هتحط له الاكل اللي فيه الملح هيشرب كمان، هيخلص المية، تيجي بعد الظهر او مساء وتحط له المية النظيفة بالشكل ده 3 ايام. ان شاء الله هتلاقي الزغاليل هضمت، صحتها اتحسنت. الناس اليومين دول بتشتكي، كل الناس بتشتكي من ان الزغاليل بتموت. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.